عارف لما تلعب كل الالعاب وتجرب كل الحلول فتلاقي ان كل الحاجات اللي او التجارب اللي انت خضتها بتؤدي في النهايه لنفس النتائج، ما تبقاش عارف تعمل ايه. هنا بتنطبق مقوله اين المفر، والكلام هنا الحقيقه وللاسف شديد ما كنتش حابب ان انا اقوله على ملف التحكيم المصري اللي مش بس الاهلي الحقيقه بقى بيعاني منه بشكل مستمر ومتلاحق على مدار مش موسم ولا اتنين قول ثلاثه، وانا بيتهيالي انه اجمالا كده انه التحكيم المصري اجمالا بصرف النظر عن الاسماء سواء كانوا رؤساء لجان سابقين او رئيس لجنه حالي اذا كان كلاتنبرج يعني هو رئيس اللجنه، لكن اعتقد انه التحكيم المصري امام مأزق حقيقي وان كل الحكام اللي موجودين على الساحه امام مسؤوليه تاريخيه لمحاوله انقاذ سمعه التحكيم المصري، لانه زي ما قلت لكم مش بس الاهلي الحقيقه. كلام كلاتنبرج او تصريحه على انذار محمود متولي، وانا يمكن اللي تابع حلقه السادسه الاخيره اتكلمت معاكم في ماتش الاهلي والمصري بكل الاخطاء التحكيميه الفادحه اللي حصلت فيه، وان كانت في النهايه انا دايما بحب اقول بين قوسين ما كانتش سبب مباشر او كانت واحده من الاسباب، لكن في النهايه احنا اللي ضيعنا، احنا بايدينا اللي ضيعنا، عشان ما حدش ياخد كلامي عن ده شماعه. لكن ارجع بقول مره تانية انه مش الاهلي بس الحقيقه اللي بيعاني، اعتقد ان كل الانديه في مصر النهارده بقت بتتكلم على الاخطاء التحكيميه ومطالبات باعاده ماتشات ومطالبات باستبعاد اسماء حكام من اداره مباريات و الى اخره. طب وبعدين هنكمل الموسم ازاي والحل ممكن يكون ايه؟ لما كلاتنبرج يقول انه متولي ما كانش يستحق انذار وحكم المباراه اللي مش عايز اقول اسمه ولا هقول اسمه يطلع يقول ان انا اديت الانذار بناء على تعليمات كلاتنبرج، احنا نعمل ايه والاهلي يتصرف ازاي ومين ما يتحمل خطا تحكيمي هيساهم او ممكن ما يساهمش، محدش عارف لغايه دلوقتي في غياب لاعب مهم جدا ومؤثر. قصه الغياب هتكلم عليها بالتفاصيل النهارده، قصه غياب متولي عن مباراه القمه هتكلم عليها بالتفصيل عشان ما نديش القصه اكبر من حجمها. واحنا دايما بنقول انه كل لعيبه النادي الاهلي نجوم سواء كان ربيعه سواء كان مغربي، واعتقد انه في حتى لعيبه في خط النص ممكن تقوم بالدور ده بشكل كويس جدا، والا ما كانش في داعي ان احنا نستدعي كهربا ان احنا نستدعي مغربي من الاعاره او نقطع اعارته ونجيبه هنا. والدليل كمان ان الولد الحقيقه في المرات البسيطه اللي ظهر فيها مع النادي الاهلي ومنهم حقيقه ماتشات ثقيله جدا زي ماتش مونتيري في كاس العالم اثبت الحقيقه انه خامه جيده جدا.